الوداد البيضاوي الذي استقبل نادي القنيطري عن الجولة الأولى من البطولة الوطنية. المباراة انتهت لصالح أبناء المدرب الويلزي توشاك ب3-1. الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب رضا الهجوج في الدقيقة 17. بعدها فريق النادي القنيطري تمكن من تعديل الكفة بواسطة رشيد برواس عن طريق تسديدة مركزة في الدقيقة 25. في الشوط الثاني من المباراة تميز بسيطرة ودادية أثمرت هدف ثاني لصالح الودادين، وهشام العمراني يسجل في الدقيقة 81. فيما ياسين الكحل بطريقة رائعة يضيف الهدف الثالث لفريق الوداد البيضاوي لتنتهي المباراة بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.